نرحب بكم في فقرة أنا أرى المخصصة حاليا لمتابعة الحدث اليمني بكاميراتكم، حيث نبث مقاطع الفيديو التي يشاركنا بها المواطنون الصحفيون من كافة أنحاء اليمن من خلال هواتفهم عبر تطبيق أنا أرى على صفحة العربية .net. اخترنا أن تكون البداية بقصيدة شعر وليس بقصف أو دمار. هذا الفيديو الذي وصلنا لشاعر يهجو ميليشيات الحوثي. يا عالم الغب حالي أنذي أدرى ومطلع ما بقلبي من خف أسراري. يلا أسألك بجه من قلت له اقرأ دليتني يا دل من كان محتاري. وإلى هذا الفيديو الذي يظهر أثار القصف العشوائي للميليشيات الحوثية على المعلة في عدن. كم بيت مواطن لا تروحوا لأنه رجلهم شوفوا كيف عليه لكن دموا لكن دموا أجل دموا. معاناة الشعب اليمني مع استمرار نقص الإمدادات الأساسية لازالت تغلب على كمية الصور المرسلة لنا عبر تطبيق أنا أرى. البداية من هذه الصورة المرسلة من الحديدة وعنوانها مرسلها بدل البترول غاز. من الحديدة أيضا وصلتنا هذه الصورة التي تظهر أن الدواب أصبحت وسيلة التنقل الرئيسية مع استمرار شح المشتقات النفطية، بل وتم تزيينها لتبدو بديلا للدراجات النارية. أيضا من المحافظة نفسها صورة أرسلها فارس الكداسي لشارع في الحديدة ويبدو خاليا من السيارات ووسائل النقل المعتمدة على البترول، ولكن يبدو أن خلو الشوارع من السيارات لم يؤثر على روح المبادرة الشبابية، حيث استمرت حملات تنظيف الطرقات من النفايات. وهذه الصورة تأتينا من أحمد خالد من عدن. ولفت انتباهنا أيضا هذه الصورة المرسلة أيضا من أحمد خالد، عنوانها عائلة تتبرع بوجبة غداء للمقاومة الجنوبية. أما الختام مع هذه الصورة المرسلة من عدن وتظهر اللجان الشعبية في لحج مجهزة بالسلاح. بالعودة إلى الفيديوهات، وصلنا هذا الفيديو من سميحة عمر في عدن ويظهر أثار الدمار في مناطق سكنية نتيجة قصفها من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. وإلى هذا الفيديو الذي يظهر فرحة الأهالي بزوال معسكر الصباحة في صنعاء. في ختام أنا أرى نذكركم إذا كنتم في اليمن بإمكانكم المساهمة في نقل ما يدور حولكم من خلال تحميل تطبيق أنا أرى المخصص لنظام أندرويد، وذلك بزيارة متجر جوجل في هاتفك أو الجوال، أو حتى زيارة صفحة أنا أرى الموضحة على الشاشة العربية .net/أنا-أرى. نذكركم مشاهدين أن التطبيق لا يزال يعمل داخل كافة مناطق اليمن، وذلك رغم حجب موقع العربية .net داخل اليمن، حيث ستصلنا صوركم وفيديوهاتكم التي تشاركون إياها عبر تطبيق أنا أرى. وإذا كانت المشاركات صالحة يمكنكم رؤيتها من خلال صفحة أنا أرى، وقد تبث في نشرة الأخبار على قناتي العربية والحدث. في هذه الفقرة أنا أرى.